واحنا صغيرين كده كانوا دايما بيحكوا لنا قصه لواحد لقى بطه تايهه في الشارع وكان عايز ياخدها في نفسه، فهو ماشي بينادي على صاحب البطه، قرر ان هو لازم ينادي على صاحب البطه، فكان ماشي طول ما هو ماشي بيقول ايه اللي ضيع له، ويجي عند كلمه بطه ويقولها بصوت واطي يقول بطه. ده نفس اللي حصل من الصحافه المصريه، لما بيكون في حدث او خبر من وجهه نظرهم مفيد جدا للمواطن المصري او خطوه مفيده اخذها اي مسؤول مصري بتلاقيها بالبنط العريض قدامك وفي كل حته والاشاده بيها بتكون كبيره جدا. لكن على العكس تماما، لما يكون خبر فيه اعتداء على حق المواطن او خبر من الحاجات اللي المواطن بيشكي منها كل يوم، بتلاقيه موجود كده على استحياء وكانه بيقول يا ريتني ما كتبت الخبر ده، وهو عايز اصلا ما يكتبش الخبر ده ولكن هو مضطر ان هو يكتبه عشان ده حاجه اساسيه. النهارده شفنا خبر عنوانه بالشكل ده. جريده فيتو منزله بتقول السيسي يصدر قرارا جمهوريا، تعرف عليه فقط لا غير. خبر تاني من المصري اليوم، عاجل الرئيس السيسي يصدر قرارا جديد، تعرف عليه، ولا ذاكر لك الخبر ولا الخبر ده بيقول ايه ولا اي حاجه. البوابه الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا، يعني انت لو انت بتاخد كده الموقع بتاع البوابه ولا فيتو ولا المصري اليوم سكرول كده عشان تشوف الاخبار هتلمح ده، مش هتاخد بالك ايه المهم او ايه الموضوع اللي هم عايزين يقولوا، قرار مش عارفين هو ايه وخلاص. اللي بعده اليوم السابع، الرئيس السيسي ده قال شوية معلومات عن الخبر بس ما قالش كل المعلومات اللي مفروض انت كمواطن تهمك، فقال الرئيس السيسي يصدر قرارات جمهورية بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات، خصصها لمين وإيه هي الأراضي دي انت ما تعرفش، لازم بقى لو انت شخص عايز تفهم هتخش تدور، لكن لو انت شخص بتعدي وخلاص مش هيهمك الخبر ده ولا هتاخده معاك أصلا. فالمفروض ان خبر بحجم قرار رئاسي ياخد أهمية ويكون ليه وضعه في الأخبار المشهورة، ولكن لما العين بتكون مكسورة بنشوف المنظر ده. ليه بقى؟ لأن ببساطة لو تعمقت في الخبر وحاولت تعرف تفاصيل القرار الرئاسي ده هتلاقي إن هو كالتالي: خصص الأراضي الصحراوية، والخبر الموضوع كبير طبعا شوية ولكن الاختصار بتاعه، خصص الأراضي الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الجديدة بعمق 2 كيلومتر كما هو موضح بالجدول المرفق للقوات المسلحة إن هي اللي هتستلم الأراضي دي. في مجموعة أراضي على طرق جديدة كتير داخل مصر، 31 طريق جداد داخل مصر، خصص الأراضي اللي على جانبي الطريق ده بعمق 2 كيلومتر للقوات المسلحة. نشوف بقى القرار ده في كم محافظة أو كم طريق، 31 طريق زي ما قلت لكم، موجود اسم الطريق وموجود المحافظة اللي فيها الطريق وموجود الطول بتاع الطريق ده بالكيلومتر. فأول طريق مثلا الطريق الدائري القاهرة 32 كيلومتر حسب ما أنا شايف، طريق تاني برضو داخل أسيوط، القاهرة، السويس، أسوان، مطروح، الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، في طرق طولها 273، في طرق طولها 43 كيلومتر. كل دي طرق المفروض انها خصصت الاراضي اللي على جانبيها اذا لم تكن مشغوله للقوات المسلحه هي اللي تستفيد بيها. كل ده بقرار غير رقيب ولا حسيب، لا برلمان بقى ولا هيئه رقابيه ولا اداريه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، السرقه عيني عينك ويلا نشتغل، والمهم بس ان احنا لما نذكر الخبر نذكره كده ايه على استحياء في جنب. بس في ناس من رواد السوشيال ميديا شافوا الخبر ده في بعض المنصات في منصه او اخرى، او بعض الناس اجتهدت ودخلت على الخبر وشافت هو ايه فعرفت الموضوع، فعلقوا بشكل غاضب وساخر. اول تعليق معانا من ايهاب اللي شاف ان ده قرار خطير جدا، وقال ان هو معمول: واحد، طرديه قبل تنفيذ تعليمات الصندوق النقد الدولي، طرديه للمؤسسه العسكريه. اثنين، هو سطوه على املاك الخاصه واملاك الدوله، وجمله عدم المساس بالتصرفات السابقه لا ينفي ان ملكيتها آلت للعسكر. ثلاثه، خبر ضمن الاخبار التي تؤكد أن كل مؤسسة وكل كفيل داخل مصر حاليا يسعى لتأكيد ملكياته داخل مصر، والخلاصة هو احتلال رسمي لا ضمني. بلال كان شايف أن القرار ده عشان نراضي المؤسسة العسكرية من الإجراءات اللي جاية بعد شوية، فبيقول تخصيص الأراضي للجيش أصبح أمر طبيعي للحفاظ على الكرسي والخوف من الانقلاب. حساب باسم واحد من الناس شايف أنها مش بلده، أن هي بلدهم، فطبيعي أن هم يعملوا حاجة زي كده، فبيقول لك بلدهم بقى وهم أحرار، يخصصوها النهاردة يبيعوها بكرة براحتهم. مصر ما فيهاش شعب يأكدوا أو ما فيهاش شعب يأكدوا يطيروه من على الكرسي، يا كده ما فيهاش شعب يا كده يطيروه من على الكرسي. في اللي كان شايف إن ده احتلال رسمي زي الدكتور حازم اللي قال احتلال عسكري رسمي فهمي نظمي،
ابو حمزه كان بيفتكر لما كان في بعض الناس بتقول لك ان الجيش يا جماعه كل اللي عمله من 2013 لغايه النهارده ما بياخدش اي حاجه من البلد، فبيقول لك يعني ارض البلد تتخصص للجيش يعمل فيها كافيهات وبنزينيهات وسيركل كي وما يدفعش اي ضريبه، وبعدين يقول لك احنا مش بناخد حاجه من البلد. لا، انتوا حرفيا بتاخدوا كل حاجه من البلد. حازم برضو كان بيحمد ربنا ان الحمد لله القرار ده ما جاش على القريه بتاعته، فبيقول القريه بتاعتنا على طريق اسيوط الغربي مباشره، بس فلتنا من القرار بتاع دون المساس بالتصرفات التي قامت بها اجهزه الدوله سابقا، كنا هنروح في ابو نكله. الحمد لله مرخصين وكله تمام، فحتى المستثمر دلوقتي ممكن ما يكونش امن. الحمد لله حازم نجا، بس في ناس تانية ما نجتش. سالم عمل فزوره كده عن الموضوع ده وخيرنا بين اجابتين، قال لك حذر فزر، القوات المسلحه دي هتاخد الاراضي دي عشان ايه؟ واحد عشان تقوم بدورها الطبيعي وتامنها، ولا اتنين عشان تبني بنزينات شيل اوت جديده؟ الكومنت اللي جاي معانا دلوقتي الصراحه زعلني انا شخصيا، بس ده للاسف الواقع والحال اللي احنا وصلنا له. حساب باسم سيجوني بيقول لك لا، حيث كده بقى عاوزين الاحتلال الانجليزي او الفرنساوي يرجع. انت وصلت المواطن ان هو دلوقتي بيقول لك انا عايز الاحتلال الفرنساوي او الانجليزي يرجع، على الاقل هنتعلم منهم لغات بدل الاحتلال اللي هو بيسحب خيري وخلاص. وليد كان شايف ان دي اجابه للسؤال اللي دايما بنطرحه كلنا في مصر، الا وهو ليه عندنا أزمة اقتصادية؟ فوليد بيقول بدل ما تخصص أو بدل ما تخصص لإقامة مشروعات تضر عائد ودخل، نقوم نخصصها لجهة ما من غير ما ندفع ولا جنيه، ولا بتدفع كهرباء ولا مياه ولا ضرائب، وبعد ما استولت على الاقتصاد تقريبا بنسأل إحنا دلوقتي بقى إحنا عندنا أزمة اقتصادية ليه؟ آخر تعليق معانا من حساب الباترون اللي تقريبا تحسه بيصرخ في التويتر نفس الصرخة اللي كل شباب مصر حاليا بيصرخوها، بيقول يعني ايه لصالح القوات المسلحة؟ يعني ايه ما ينفعش تدوها؟ او يعني ليه ما ينفعش تدوها للشباب مثلا يعملوا عليها مشاريع والدولة تستفيد من انتاجهم وتفرض عليهم ضرائب وان شاء الله حتى ياخدوا منهم جزء من المكسب؟ لحد امتى هيفضل الجيش مكوش على كل حاجة وفي ظل الكارثة الاقتصادية اللي هم السبب الأساسي فيها؟ دي كانت تعليقات الناس على قرار الجمهوري بتخصيص بعض الأراضي على 31 طريق داخل مصر على جانبي الطريق بعمق 2 كيلومتر، وحتى الآن الشعب المصري كله فاهم وعارف إن كل حاجة دلوقتي داخل البلد بيتم تصرفها لحد أي حد إلا الشعب المصري نفسه.